كانت بدايتي أنا في مجال الإنشاد، لكن في الآونة الأخيرة بدأوا الناس يعني يميلون للفنون الشعبية أكثر، فدخلت مجال الشيلات. أنا لي طقوس معينة صراحة في اختيار الألحان، أختار اللحن وأحياناً أدندن في أي مكان، يعني سواء في الدرج في الدوام. عندنا أحياناً حتى الدوام دائماً يقولون لي يا أخي أزعجتنا أزعجتنا، راح تكون منافسة صعبة جداً جداً، أي هفوة بسيطة ممكن تخرجك من المنافسة. مرحبا. الله يبقيك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. أخوكم المنشد سعد بن محمد القحطاني. ونعم. ما عليكم زوج جميع. تفضل. يا طير يا طير يلي تمتلك لك جناحين لا واهنيك ما بصدرك حواشي تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي جنوبي ينثر هما على غيمة جنوبية على غيمة جنوبية. يا سلام عليك. صوت مميز، ثقة، أداء، حضور، وقفة. عسى الله يوفقك. امين. يعني امكانيات تشرف يا سعد. الله يطول عمرك. موفق يا سعد. موفق. الله يعطيك العافيه. سعد متكامل. ما لا عطره بعد عروس كمان. الله يطول.